امبارح ايضا كان في ندوه هامه عن الهويه في السينما، واتكلم فيها المخرج مجدي احمد علي عن دور السينما في اظهار الهويه المصريه. معرض الكتاب ظاهره ثقافيه مهمه، ويعني تقريبا الظاهره الوحيده اللي يعني الدوله محافظه عليها بانتظام شديد جدا وباهتمام شديد قوي. وطبعا يعني اغلب الناس مثقفين وغير مثقفين بيستنوا المعرض عشان يلاقوا فيه يعني بغيتهم من كتب معقوله الثمن بتخفيضات معقوله. وطبعا في ظواهر ثقافيه بتتعمل، مناقشات وندوات. الحقيقه يعني هو ظاهره يعني لابد من استمرارها، وطبعا ان وزاره الثقافه حريصه على استمرارها كل سنه ده شيء كويس. هي ندوة عن الهوية في السينما المصرية، ظاهرة الهوية، لأنه كلام كتير على إحنا مين والسينما المفروض تعبر عن مين وبتعبر عن إيه في الشخصية المصرية، وهل الشخصية المصرية يمكن اختصارها في شوية قيم وتقاليد سواء قديمة أو جديدة، ولا الهوية دي موضوع أكبر شوية. فهو موضوع واسع شوية ومتشعب. انا مهتم قوي بالاعمال الكامله ليحيى حقي، لان انا ولقيت ان فعلا النهضه عاملاه، لانه يحيى حقي من الكتاب العظام واللي اعماله متناثره، يعني بلاقي صعوبه في ان انا لمهم. فطبعا حد زي يحيى، حد زي يوسف ادريس برضو، من الاعمال الكامله ليوسف ادريس. في طبعا ادباء شبان كتير جدا، بالذات في عالم القصه القصيره والروايه، بيقدموا كل سنة إبداعات جديدة مختلفة. يعني دي الحاجات اللي أنا بدور عليها.